الطريق نحو الحياة ليس سهلا يعبد بالعمل والإرادة التي يجسدها صاحب الهمة العالية حين يصل مبكرا ليفتح باب الأمل والرزق سويا قررنا أنه ما نكون اسم في كشفات الشؤون الاجتماعية فتحدينا وقررنا نقتحم سوق العمل الفلسطيني المحلي بس بإشي جديد قادر على المنافسة فاجت فكره الحفر على الخشب ماكينه السي ان سي وبلشنا طبعا واجهتنا العديد من الصعوبات اول شيء نظره الناس المستهجنه انه كيف ابراهيم بعكازه قادر تسلمني منتج فهذه كثير واجهتنا الصعوبه عدم ثقه الزبائن انه ممكن يحصل على المنتج اللي هو بده اياه تحدينا من خلال السوشيال ميديا صفحتنا على الفيسبوك انستغرام وعلاقاتنا بالمؤسسات والمجتمع المدني وبعد وبعديها قررنا نوسع شغلنا افتتحنا منجره تشتغل موبيليا وغرف نوم وكل ما يتعلق بالموبيليا والديكورات الخشبيه طبعا احنا جزء لا يتجزا من واقع غزه الصعب والمرير وجزء لا يتجزا من تحدياتها يد واحدة لا تصفق تكتمل هنا أعمدة ورشتهم بأهم آلات وأدوات النجارة بصحبة زميلهم العامل منذ التسعينات وما يزال يعمل متحديا البطالة ابراهيم عصام اثنين في سي ان سي وانا في مجال اللي هو الموبيل اللي هو المنشار هذا طبعا الي ما بعد المكان طبعا هو برضه الي انا اللي شغال عليه طبعا بـ بلزمهم يعني ابراهيم مثلا بيجي بيقول لي بالله بس بدي نحط لوح طبعا بساعده عصام بقف معاه في بناوله في كذا في شغله لانه كل هيتنا هانا واحد داخل الورشة صاحبا همة ورؤية لواقع أنهكته الظروف الاقتصادية والنظرة المجتمعية وداخلها أيضا الكثير من قصص النجاح والتأثير والإرادة إرادة دفعتهما للعمل حتى في يوم كان حقا لهما أن يحصل فيه على قسط من الراحة. في يوم العمال احنا ب... يعني بنضطر إنه احنا نشتغل لأنه احنا إذا ما اشتغلناش ما ما بناكل خاصة إنه احنا فاتحين بيوت وبنصرف على بيوت. بتمنى في يوم العمال إنه ينظروا للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة اللي بيشتغلوا بمهن حرفية بتحتاج يعني لبذل جهد بدني. <applause> إنه يكون في لهم تسهيلات من الحكومة ومن البلدية خاصة إحنا معفيين من الضرايب مشروعنا هذا كان تمويل من الاتحاد من دي بي الحمد لله إحنا يعني مستمرين رغم الصعوبات والوضع الاقتصادي الصعب والأزمات اللي إحنا بنمر فيها إلّا إحنا إحنا الحمد لله قادرين إنه إحنا نواجه هذه الصعوبات والتحديات برغم وضعنا الصحي الصعب إلا إننا مستمرين ومحافظين على مستوانا شغلنا تشكل قصة إبراهيم وعصام نموذجا استثنائيا لتحدي أصحاب الإعاقة المعيقات كافة ليكونا في صفوف المجتمع الأولى بالتميز والنجاح إرادة صلبة وعزيمة جبارة تفتح الأفاق أمام كل من ظن أنه لا يستطيع المضي قدما فالعمل حياة بهمة أصحاب الهمم حتى أنهما يعملان في عيدهم فالوقت المتاح لهما فقط للإنجاز والتطوير من ورشة سي أن من مدينة غزة صفاء الهبيل تلفزيون فلسطين